عندك دوله دوليه في ابو ظبي في الامارات معنا معناها هذا اللي بيطلع لنا معناها مستوى كره القدم اللي احنا نتمناه. وهل هالوقت اللي هو صعيب برشا في اخر مش في اخر السنه محسوب قبل ما توفى السنه اللي هي فيها تبديل المكتب الجامعي وهو دخلنا في متاهات. احنا قبل قاعدين يتكلموا على منظومه يا اخي توا شفت انا كملاحظ ولا كمواطن رياضي شفت اللي برشا منظومات ني تحط يدك منظومه اللي يقول ما خرجناش منها. كنا نحكيوا على منظومه اصبحنا نحكيوا على منظمات او منظومات. ما انا فهمت تربينا عليه ليه هذا اللي اعتبرت هذا الكل مش في قدمنا معناه مش نقعدوا ديما في حلقة دورة. اللي حبيت نتكلم فيه اليوم هو معناه تطوير معناه التسيير في نطاق وناخذ عبرة من البروفيسيونيل اللي احنا نتبعوا فيهم الليغا والشامبيون متاع الانجلتير والفرنسا والمانيا وهذا ما احنا ديما ناخذوا العبره باش نتبعوا البروفيسيونيل اللي احنا ناخذوا العبره من المغرب. نحن من دول الخليج هنا بحذينا سياسيوس خلي الليغا والبريمير ليغ خليهم كل غادي هيك ناخذوا العبره من عند الجيران نتاعنا. اليوم احنا كنا نعطيو فيهم في دروس اصبحوا اليوم يعطيو فينا في يوم في دروس في التسيير الرياضي في المنشئات الرياضيه. هذا واقعنا في النقطه هذه وحتى هما ما عندهمش في التكوين على مستوى التكوين. لا مش تكوين تسيير رياضي هو في في معناها الكنترول نتاع الفينانس نتاع الكلوب. لا ما عندهمش كيف اللي نعرف في دول الخليج عندهم. لا كانش في الخليج يعني. لا ما عندهمش نجي رقابه ماليه. ما فماش رقابه ماليه. شو صايبه الدنيا كيفاش مش مصيبه انت تسمع كيفاش مع الرقابه الماليه. انا نعرف ما تدخل المنح للجمعيات الا ما الجمعيات الكفاءه الماليه الكف صحيح تعطي شهاده تتعطى شهاده في تبرئه الذمه من الديون مثلا. شكون يمول في الريكروتمونات او نيفوني دي كلوب؟ الدوله انا هي الكفاءه الماليه. واحنا بار اكزومبل هنا ما نحكيو على الليغا يقول لك انت شنو هو البيجي نتاعك يعطيك هنا باش نتكلم انا على السقف نتاع لي سالير نتاع لي كلوب نتاع لي بروفيسيون ناخو على الليغان مثلا برشلونه ريال مدريد اتلتيكو مدريد معناها هذوما كيفاش يسيروا يوسف كل واحد في بلاصته ها باش يفرح توا. اقوى سالير هي ريال مدريد. اقوى سالير في ريال مدريد مش اقوى سالير اقوى كيان رياضي هي ريال مدريد. انت زيد خويا زيد اللي يعمل الدخله نتاعها سي حافظ يا خويا هو يستفز فيا خويا ما نستفز فيك بالعكس انا مدريد مضبوطه. انا نحب نفسر اللي كونه مشاكلنا تو مشاكلنا اللي نعيشوا فيها هي الحوكمه في تسيير الفرق على مستوى الفينانس. اي بيان سور هذايا اللي احنا تعدينا من الاماتور للبروفيسيونيل لكن قعدنا ديما في الاسبري اماتور ولابسين الكسوه نتاع البروفيسيونيل لابسين جبه اكبر منا اكبر لا المشاكل اللي احنا تعرضنا لها وقاعدين مازلنا نتعرضي لها متعرضين لها مثلا نشوفوا ليتوال نشوفوا سي اس اس نشوفوا كيما افريكان على سيرتان مومون اللي هما ما منعين من الانتدابات. سي دو اكوا سي دو اللي كونوا حاطين امكانيات اقوى من الامكانيات نتاعهم حاطين مصاريف سامحني مصاريف اقوى اكثر من اللي هزتهم اللي ولات فرق معناه سامحني في الكلمه فما شلل في التسيير معناها حتى لي القيمه نتاع الكلوب تمس. احنا كي نقولوا احنا اسرت توا مثلا ليتوال احترامات ليتوال الكيان نتاع ليتوال وقيمه ليتوال تمست باش بالمشاكل الماديه سوء التصرف المالي انا نحكي على مستوى تو خذيت الاكزامبل نتاع الليغا إبا كي تحط السقف سقف انتهى قانون مضبوط قانون وتتبعوا وداير خرجت اللي يتبع خرجت مثلا علاش قلتوا تو ريال مدريد اقوى جمعيه في المسألة ريال نتاعها وعندها اكسيدون معناها عندك وما نقولش اقل وحده واللي عندها مشاكل هي البرسا برشا مشاكل ميسي جمعيه سي فريد هذه ميسي خرج على الموضوع هذا مش شعب الباقي يضحك علاش قلت له نفسي يفرح تو يوسف ميسي خرج على الموضوع هذا اي معناه هنا راهو المسحه نتاعنا باش ننظروا بكره القدم نتاعنا باش ننظروا في كره القدم يلزم كيفاش نعالجوا هالنقطه هذه
اللي هي تخليك شو يقول لك المال قوام الأعمال، باش يخليك توصل تحط البرامج متاعك وتمشي للأهداف متاعك. هذا معناه تعرف شو تصلحوه هذي سي يوسف قبل ما نمشي الفاصلة، تعرف شو تصلح الشيء هذي في التسيير الرياضي أو في حسن التصرف المالي في الجمعيات والجامعات؟ نحيو السماسرة ونحيو الناس الدخلاء على الجمعيات. أتو نعرفوا الجمعيات نتاعنا قداش تدخل فلوس وقداش تصرف فلوس، طونكو فما ناس دخيلة داخل الجمعيات وداخل الجامعات، طونكو هالفوضى المالية باش تبقى لأنه سوق سوداء بالنسبة لهم. فميك المكان نتاع الشغل نتاعهم سي يوسف. سامحني خلينا نكمل معاك. راهو لوبيات كاملة يلزمها حرب كبيرة، هاو الحرب الصحيحة فين؟ ميسالش سامحني دقيقة برك. 30 سكوند طيب شو الفاصل. 30 سكوند زعما نجمع أنا. نجمع. مثلا اللي تقول فيه أنت خليه يخدم على روحه. اللي تحكي عليه يخدم على روحه. هو مش يخدم قاعد. لا 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 وين تجم أنت توقفه بطبيعته يوقف. على مستوى الكلوب وقت تقول فما معناها ستركتور وفما أمور معناها كيفاش تتعامل يقف بطبيعته هكا. ضيق عليه المجال. خليه يخدم على روحه ربي عينه. نقول له حتى شيء أنا. لكن وقت اللي تتلمس أنت الكلوب تلقى فيها ميثودولوجي دو ترافاي تلقى فيها أشياء اللي أورغانيغرام واضح. مش أورغانيغرام معناها طريقة عمل واضحة. أي إدارة وهيكلة أورغانيغرام. هيكلة مراقية. لا هو يخدم على روحك ربي عينك. واضح جدا.